بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 6، شوف اليوم المقطع السابع. شوف في constant surface temperature، احنا المرة الماضية كان عندنا هنا على الوول هذه كان عندي Q dot ثابتة، المرة هذه ناخذ temperature هي اللي ثابتة. لاحظ هنا لما نمثل هذا على طول البايب هذه نلاحظ انه TS دائما ثابتة، اما T تبع الفلو عند الانلت هنا تبدأ تزيد، يعني تبدأ تقرب من التي اس حتى تكون هنا أقرب ما يمكن من التي اس. هنا نقول إنه هذا دلتا تي هو ما بين الإنلت والتي اس، كمان هنا دلتا تي هو ما بين التي اس والتي ام عند الإكزيت، دلتا تي سميها دلتا تي إكزيت. الكيو دوت اللي داخله هنا إنرجي إنكريز كيو دوت تساوي اتش اس دلتا تي افريج ما بين الانلت والاوتلت. هنا بالنسبة للوول هنا اتش اس تي اس ماينس تي ام، تي ام اللي هي تمبريشر تبع الفلو فلود هنا، نقول كمان الافريج. طبعا تي افريج هذه لها عدة طرق نحن ناخذ منها، الارثمتيك مين تمبريشر ديفرنس واللوغاريتمك مين تمبريشر ديفرنس. بالنسبة للارثمتيك ناخذ نقول هنا دلتا تي افريج تساوي، لاحظ هنا تقريبا تقريب دلتا مي دلتا اللي هي ارثمتيك مين تساوي الفرق في درجة الحرارة عند الدخول زايد عند الاكزيت، قسمهم على اثنين خذ الفرق خذ الافريج تبعهم. لكن هنا عند الانلت ايش هو؟ هو الفرق ما بين التي اس والتي الفلو عند الانلت، نفس الشيء هنا التي اس والتي عند الإكزيت، تي اس مع تي اس 2 تي قسمهم على 2 يجيك تي اس ماينس تي اي بلس تي اي على 2. هذه نعرفوا انها شفناها قبل، هي البلك مين فلو تمبريتشر باي يوزينج ارثمتيك. لما نيجي نستخدم الارثمتيك مين تمبريتشر ديفيرنس، نفترض انه المين فلود تمبريتشر فاري لينيرلي، افترض ان التي ام انها تتغير بشكل لينير، which is hardly ever the case when TS equal constant، يعني لما تكون التي اس ثابتة، وهذه هي الحالة اللي عندنا هنا تي اس ثابتة. هذه الابروكسيميشن اللي عملنا هنا، هذا التقريب اللي عملنا هنا في العادة يعطينا نتائج مقبولة، لكن في بعض الأحيان ممكن لا. إذن من الأحسن أن نبحث عن حل آخر، نجيب به تي افريج ممكن يعطينا نتائج أحسن. ودنا نأخذ هنا differential control volume أخذناه المرة الماضية، الكيو اللي هي الانرجي تشينج هنا عندي تي ام، هنا عندي تي ام بلس دلتا تي ام. إذن ام دوت سي بي الفرق ما بين الانلت والاوتلت لهذا الكنترول فوليوم هي دلتا تي ام. هنا على الوول كيو دوت عندي هنا على الوول هي اتش، عندي هنا تي ام عند الاكزيت، دي اي بالنسبة للسيركلر تيوب تساوي ايش؟ البي دي اكس، او دائما تساوي بي دي اكس مهما كان. لكن لاحظ هنا هذه دي تي ام ودنا نغيرها شوية، لما تاخذ دي تي اس ماينس تي ام تشتق هذا ايش يعطيك؟ تي اس ثابتة اذا مشتقتها صفر. ف هذه الكتابة هي نفسها لو كتبتها بهذه الطريقة يعطيني نفس النتيجة. هلا دي تي ام هذه بدنا نعوض عنها بايش؟ بقيمتها اللي هي القيمة الجديدة اللي عندنا اللي هي دي تي اس ماينس تي ام. نجيب تي اس ماينس تي ام اللي في الطرف الثاني، نجيبها نقسم عليها هنا، والام دوت سي بي نقسم عليها في الجهة الثانية. لاحظ هذه المعادلة هي نفسها، لكن هذه لو اعتبرت انه مثلا الاكس هنا هي تي اس ماينس تي ام، وبالتالي عندي دي اكس على اكس صح؟ بدنا نكامل الطرفين من وين؟ من هنا من صفر الى ال، من الانلت الى الاوتلت. هنا لما نكامل بالنسبه لدي اكس نقول من صفر الى ال. اما بالنسبه للتمبريتشر فتي ان هنا تي اي، وهنا عندي تي اكزيت، اذا هنا عندي تي اي وهنا عندي تي اي اللي هي الاكزيت، تكامل دي اكس على اكس اللي هو اللوج. اذا هذا الشيء حيعطيني اللوج.
Okay. The mean fluid temperature at the tube exit. كيف أجيبها؟ كيف أجيب temperature هنا عند الإكزيت؟ أخذ الـ exponential للطرفين. لاحظ صار هذا الطرف له exponential، هذه xp، وهنا log. خلاص صارت عندي ts minus ti على ts minus ti. أجيب منها te مباشرة بدلالة الإكسبونينشال اللي هو الطرف الثاني. إذا بقدر أجيب لك التي إكزيت لهذه التيوب. المعادلة هذه حنرجع لها من جديد اللي هي هذه، ونعيد ترتيبها فقط. كيف؟ لاحظ اللوج هذه ودي أجيبها للطرف الثاني، يعني أقسم عليها اللي هي هذه نفسها، أخلي الـ HAS مكانها، الـ M.CP أجيبها للطرف الثاني. صار عندي هذا صح؟ هلا ودي أضرب في إيش؟ في TI minus TE اللي هو temperature هنا minus temperature اللي هي هذا. هذا إيش يعطيني أصلاً؟ هذا يعطيني اللي هو الكيو دوت ام دوت سي بي في تي اي ماينس تي اي، ولا تي اي ماينس تي اي، يعطيني اللي هو الكيو دوت. الاتش اي اس هذه هي عندي الاتش اي اس، والبقيه اللي هي حنسميها دلتا تي ال ان اللي هي اللوغاريتم مين تمبريتشر ديفيرنس. لاحظ هي نفس هذه اللي موجود عندي هنا اللي هو هذه القيمه. اذا لاحظ هنا، هنا إذا أضفت هنا أضفت تي اس ونقصت تي اس، هل يتغير شيء؟ لا، لكن مفيدة لي بحيث إنه حيكون عندي هنا. لاحظ دلتا تي اي اللي هي إيش؟ تي اس ماينس تي اي. دلتا عند الإكزيت اللي هي، لاحظ اللي هي أصلا هنا تي اس ماينس تي اي. نفس الشيء صار عندي لما تأخذ تي اي مع تي اس تعطيك هذه، ولما تأخذ تي اي مع تي اي يعطيك هذه الثانية. إذن صار عندنا كمان الدلتا تي افريج، لينا طريقة ثانية ممكن نجيبها بها وتعتبر أنها أدق من الأولى اللي جبناها بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.